ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اشتكت فئة عريضة من المواطنين من انعدام وسائل النقل بعدما أعلنت الحكومة عن تحديد موعد حظر التنقل الليلي في 9 مساء. وأفاد مصدر جريدة سيس أنفو الإلكترونية أن العديد من المواطنين اضطروا قطع مسافات طويلة بين مدينتي الرباط والسلام مساء بعدما لم يتمكنوا من العثور على وسيلة نقل تقلهم إلى وجهاتهم. وأضاف المصدر أن المواطنين المعنيين اجتمعوا في طوابير واختاروا السير على الأقدام من الرباط نحو السلا مخافة أن تدركهم الساعة 9 ليلا في الشوارع. كما طالب المواطنون الذين عبروا عن امتعاضهم وتذمرهم بضرورة توفير وسائل نقل كافية لنقل المواطنين، كما شددوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين يغادرون مقرات عملهم في وقت متأخر. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.